السلام عليكم. أجرى مجلس الأمن الدولي مناقشات لتقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون حول الأطفال والصراعات المسلحة. يأتي هذا التقرير إثر موجة من الجدل نتجت عن قرار سابق للأمين العام قضى بإدراج التحالف العربي ضمن قائمة منتهكي الطفولة قبل أن يتراجع عن هذا القرار كما بيّنت المناقشات. هذا النوع من الجدل حول دور التحالف في اليمن تعمد كما يبدو إخفاء مرتكبي الانتهاكات الحقيقيين ضد الطفولة في هذا البلد، وهم أولئك الذين أشعلوا الحرب هربا من استحقاقات السلام، فأسقطوا صنعاء وهاجموا المدن ولا يزالوا يحاصرون ثالث أكبر مدن اليمن تعز، ويحصدون المئات من المدنيين بينهم عدد كبير من الأطفال إما بواسطة القذائف أو القنص. الميليشيا الانقلابية مسؤولة عن تجنيد الآلاف من الأطفال وتحويل المدارس إلى سكنات ومخازن أسلحة، وعن تعطيل الدراسة في مئات المدارس بطول البلاد وعرضها، والأسوأ من كل ذلك القتل المباشر الذي يطال المئات من الأطفال جراء استمرار عدوان الميليشيا على المدنيين. فإلى متى ستستمر المنظمة الدولية والوكالات التابعة لها بالتعامل مع المآسي الناجمة عن الحرب في اليمن بهذا القدر من الرمادية ولا تكلف نفسها عناء الانتصار للقرارات الصادرة عنها، التي إن أنهت الحرب فإنها ستنهي السبب الأهم والأخطر وراء استهداف الطفولة وقتلها؟ حول هذا الموضوع نخصص حلقة هذه الليلة من المساء اليمني، نواصل النقاش ولكن بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. عادت قضية الأطفال من ضحايا الحرب في اليمن إلى الواجهات مرة أخرى، هذه المرة عبر مجلس الأمن الذي ناقش تقريرا للأمين العام للأمم المتحدة. قال مندوب اليمن الدائم لدى المنظمات الدولية السفير خالد اليماني إنه تضمن معلومات غير دقيقة. ولا يزال قادة الميليشيات الإنقلابية اليوم يستمرون في زياراتهم للمدارس لتجنيد الأطفال والزج بهم إلى جبهات القتال حتى هذه اللحظة. لا يتعلق الأمر هنا بالدفاع عن الحكومة، فهي ضحية مثل ملايين اليمنيين، بل لأن التقرير يتجاهل حقيقة لا تقبل الجدل بأن هؤلاء الأطفال مروا منذ جريمة إسقاط صنعاء وحرب الميليشيا على اليمنيين بفترة هي الأسوأ في حياتهم. مجلس الأمن الذي دأب على وصف ما يجري في اليمن بأنها حرب بين أطراف متصارعة لا مشكلة لديه في أن يوزع الجرائم المتكررة ضد الطفولة في اليمن بين الأطراف المتصارعة أيضا، دون أن يكلف نفسه عناء إيقاف الحرب استنادا إلى القرارات الصادرة عنه. رفعت الأمم المتحدة التحالف العربي والحكومة اليمنية من قائمة منتهكي الطفولة التي تصدرها سنويا، وقد مثل هذا الإجراء في نظر المراقبين مناسبة للفت الأنظار إلى المجرم الحقيقي الذي كشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة نفسه عن الفارق الكبير في نسبة الجرائم محسوبا على ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، بين الاستهداف المباشر بالقنص للأطفال في مدينة تعز وغيرها من ساحات المواجهات إلى احتلال المدارس وتحويلها إلى ثكنات إلى التجنيد القسري، كلها مظاهر متعددة تلخص حجم الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال اليمن جراء المغامرة العسكرية للميليشيا في سعيها الحثيث نحو الاستيلاء على السلطة بأي ثمن. ونحن ندعو في هذا المقام إلى العمل سويا وبحزم من أجل مساءلة جميع الأفراد والكيانات التي عملت على استهداف واستخدام وتجنيد الأطفال ووضع حد للإفلات لأفلات هؤلاء المجرمين من العقاب. يبحث هؤلاء الأطفال في تعز عن فرصة للحياة، يريدون استعادة مدارسهم والذهاب إليها دون خوف من رصاصة قناص، ويبحثون أكثر عن إنصاف منظمة أنشأها العالم لكي تحفظ السلام على كوكبنا وتمنع صرخة كهذه عن أن تتردد مرة أخرى وتلقي بهذا الحمل الثقيل على قلوب المتطلعين إلى السلام. إذا بداية مشاهدينا الكرام أرحب بضيفي عبر سكايب في هذه الحلقة الدكتور دحان النجار رئيس المجلس العالمي للحقوق والحريات، معنا عبر سكايب من ميتشيغان. مساء الخير دكتور دحان. أهلا وسهلا يا مساء النور. أهلا بك دكتور وبالضيوف الذين سيكونون معنا بكل تأكيد. دكتور، مجلس الأمن الدولي يناقش تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والصراعات المسلحة، تضمن ذلك جزئية لليمن، ما أهمية هذا التقرير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً إيش على إتاحة للمستمع.
لأننا نستطيع أن نعبر على الأقل عن قلقنا حول مستقبلنا، مستقبل البلد، مستقبل الأجيال طال اليوم الذين نعرضهم للمخاطر الموت ومخاطر الإعاقة النفسية والجسدية بدون ذنب إلا لإرضاء شهوات أمراء الحروب. التقرير كان تقرير مهم جدا، قدم في لحظة مهمة وحرجة وهي لحظة اشتعال الحرب في اليمن مثلها مثل بقية بلدان المنطقة، وكما نعرف أنه الأطفال هم أكبر ضحايا. لاحظنا الطفلة التي قتلت في شوارع تعز وهي عائدة إلى بيتها مع رغيف الخبز، ولاحظنا أطفال عدن، لاحظنا أطفال في مناطق مختلفة يقتلون ويقنصون بدون رحمة ممن؟ من قاتل يمني يدعي أنه يمني. أنا لا أفرق طبعا بين القتلة، قتلة الأطفال سواء كانوا من هذا الطرف أو ذاك، ولكن تظل دائما مهمة حماية أطفالنا هي مهمتنا جميعا، ويجب أن نقول الغلطان أنت غلطان، ليس فقط لأنك غلطان سياسيا بس أنت غلطان بحقنا وبحق مستقبلنا، مستقبل هذا البلد. فالتقرير كما تناوله المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة بأنه كان قد أغفل بعض الأشياء، وربما الأمم المتحدة مهمتها هي أن لا تنحاز في تقاريرها لكنها بحاجة إلى متابعة من الأطراف المعنية. فالتقرير لم يكن مرضي لأطراف عديدة لكنه فتح الباب لمناقشة هذه الظاهرة ومحاولة وضع حد لها. نعم. طيب أنت تحدثت على أن التوقيت الذي جاء به هذا التقرير كان مهما، هناك من يتحدث على تأخر هذا التقرير، خاصة أن هناك انتهاكات مورست بحق الطفولة منذ بدء الانقلاب، ما هي الأهمية التي جاءت في هذه اللحظة؟ أولاً الانتهاكات بحق الطفولة في اليمن يا أخي انتهاكات قديمة، ونحن نعرف أنه كان الأطفال يباعون، وهناك عدة تقارير تكلمت عن ذلك. الأطفال يحرمون من الغذاء والدواء، يحرمون من المدرسة، الأطفال يتعرضون للعديد من المشاكل أثناء الحروب السابقة، لكن هذه الحرب كانت حرب شاملة شملت معظم مناطق اليمن، وهذه الحرب تم فيها تجنيد العدد الأكبر من الأطفال والزج بهم في جبهات القتال. هذه الحرب التي تم فيها تمركز يعني أدوات الحرب على الأرض وفي الجو وفي كل مكان لتصطاد الأطفال أينما كانوا، في المدن وفي القرى وفي المدارس إن كان هناك مدارس لا زالت تعمل. فلذلك هذه الفترة هي كانت أحرج الفترات وأكثر الفترات التي يتعرض فيها الأطفال للقتل وللتشريد وللتجويع وللإعاقة. طيب هل تتوقع أن هذه الانتهاكة هذه الالتفاتة بحق هذه الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال في اليمن ستشكل فارقا في يعني الحد من هذه الانتهاكات مستقبلا؟ خليني أكون صريح، أنا أعتقد أن الوعي المجتمعي بالإضافة إلى وعي أمراء الحروب في اليمن ليس بالقدر الكافي لإعطاء أهمية للطفل ولمستقبل الطفل كما هو الحال والمغامرة في مستقبل البلد ككل. لا أرى أن هناك اهتمام ولو بالحد الأدنى من مراعاة المقاييس والمعايير الدولية في حماية الأطفال أثناء الحروب، بل أرى هناك تفاخر، قد يكون هذا عائد إلى ثقافة معينة لبعض الجماعات، قد يعود إلى رغبة معينة في استغلال هذه الفئة من السكان، هذه الفئة التي بالإمكان أن تشكل مزاجها العام كما تريد وتدفع بها إلى جبهات القتال بأقل الشعارات تأثيراً، ليس إلا لأن هذا الفئة من السكان وهي فئة الأطفال سريعة التأثر، فبالتالي يتم الزج فيها في المعارك. ونحن لاحظنا كم من الأطفال قتلوا وكم من الأطفال الآن معاقين ولا نسمع يعني حتى عبارة ندم من قبل من يقوم في هذه الأعمال،
أو من قبل على الأقل المجتمع. أنا أرى أنه حتى منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان هي مقصرة جدا في هذا الجانب. كان من المفروض أن تشن حملة كبيرة جدا. طيب دكتور يعني بما أنك ذكرت الحديث عن منظمات المجتمع المدني، ينضم إلينا والمنظمات بشكل عام، ينضم إلينا الآن الناطق الرسمي باسم اليونيسف في اليمن الأستاذ محمد الأسعدي. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير والعافية عليك وعلى المشاهدين الكرام وضيوفك. أهلا بك أستاذ محمد. ما هو تقييمك أو تقييم اليونيسف بشكل عام في اليمن لوضع ملف الطفولة، وما هي أبرز الإحصائيات في هذا الخصوص؟ يا إلهي، فتحت موضوع كبير جدا وشائك. دعنا أقول في البداية أن الأطفال هم أكثر فئة المجتمع تعرضا للمخاطر في الأزمات بشكل عام وفي الحروب بشكل خاص. إذا ما تحدثنا على سبيل المثال في جانب الخطر المباشر بالوفيات والإصابات، هناك ما يزيد عن 2550 طفل قتلوا وأصيبوا خلال الحرب، وخصوصا مع تدويلها بدءا من مارس 2015 وحتى مايو نهاية مايو 2016. هناك أيضا ما يزيد عن 1100 طفل تم تجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة والقوات المسلحة أيضا على حد سواء، وإن كان بنسب متفاوتة من جماعة إلى أخرى. هناك ما يزيد عن 2,000,000 طفل حرموا من التعليم في العام الماضي. على الأقل 1,600,000 طفل كانوا أساسا خارج المدارس بسبب الفقر، بسبب التخلف التنموي، بسبب غياب البنية التحتية، أسباب أخرى يعني أضاف إليهم بسبب الحرب ما يقرب من 500,000. هناك ما يزيد عن 1,000 مدرسة تضررت وتعطلت عن العمل. هناك ما يزيد عن 15,000,000 مواطن يفتقرون إلى الخدمات الرعاية الصحية بشكل منتظم وبشكل سلس ودائم. على الأقل النصف من هؤلاء من الأطفال، بمعنى 7,400,000 طفل يفتقرون إلى خدمات الرعاية الصحية. لدينا 1,500,000 طفل يعانون من سوء التغذية العام، وهذا يعني القزامة بين الأطفال، أن الطفل تحت السنة الخامسة طوله أقل من الطول الطبيعي عند الطفل السوي. هناك من 1,500,000 طفل الذين يعانون من سوء التغذية، منهم 370,000 على الأقل يعانون من سوء تغذية حاد ووخيم، بمعنى أنهم لديهم هزال شديد، وهذا المرض الذي يصيب هؤلاء الأطفال يعرض حياتهم للموت 10 أضعاف الأطفال الطبيعيين. هناك ما تقديرات من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ومنظمات أخرى تقدر أن 10,000 طفل على الأقل ماتوا في خلال عام واحد منذ بدء هذه الحرب بسبب تدهور المنظومة الصحية، بسبب عدم قدرة الأهالي على توفير النفقات اللازمة لنقل الأطفال المصابين إلى المصابين بالأمراض التي يمكن الوقاية منها إلى المرافق الصحية، سواء إما بانعدام الوقود وارتفاع أجور المواصلات أو الفقر والبطالة التي حصلت، وأيضا بأسباب استمرار الصراع وغياب الأمن. المسألة معقدة وكبيرة. هناك ما يزيد عن 19,000,000 مواطن بحاجة إلى خدمات المياه والإصلاح البيئي والصرف الصحي بشكل عام، النصف من هؤلاء من الأطفال. صورة مزعجة، وضع إنساني مأساوي، وأرقام كفيلة بأن تجعل العالم يقف. طيب يعني وسط كل هذه الأرقام، المدير التنفيذي لليونيسف أنتوني ليك دعا جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بحماية الأطفال من خلال تغيير ديناميكية الحروب، بما في ذلك التوقف عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان، وكذلك حظر استخدام الألغام الأرضية والذخائر العنقودية. هل بلغت أطراف الحرب، وأنا أقصد يعني تحديدا بما أنك في صنعاء أطراف الحرب التي توجد هناك، بهذه الدعوة هل استجابوا لها؟ سؤال مهم. الدعوة أطلقت اليوم، ولكنها دعوة هي تكرار لدعوات تطلق في كل مناسبة وعلى كل منبر. ربما على قناة بلقيس أنا أجريت عشرات اللقاءات منذ
بداية الحرب من العام الماضي وحتى الآن، وفي كل مرة نذكر كل أطراف الصراع بلا استثناء أن يجنبوا الأطفال والمدنيين والبنى التحتية المدنية آثار هذه الحرب، أن يحاولوا بقدر الاستطاعة أن يبتعدوا عن البنى التحتية التي ممكن والأسواق والأماكن العامة التي ممكن أن يتواجد فيها أطفال ومدنيين، وبالتالي يصبحوا عرضة لمخاطر كبيرة منها القتل والإصابة والتشويه. في كل مناسبة نلتقي مع المسؤولين مع أطراف الصراع، نحاول أن نضع سواء كان عن طريق وسائل الإعلام أو باللقاءات المباشرة نضع قضايا الأطفال، ليس فقط الأطفال المصابين ولكن الأطفال المجندين، ونضع أيضا قضايا تسريح الأطفال المأسورين، ونضع أيضا قضايا الاحتياجات التي يحتاجها الأطفال من تعليم وصحة ورعاية اجتماعية وأمان وسلام وإلى آخره. ما مدى الاستجابة أستاذ محمد؟ تجدوها أنتم على الواقع. طيب هل هناك ما هو متوقع أن تتحرك أكثر يعني سواء من قبل الأمم المتحدة أو منظمة اليونسف التي تتحدث باسمها الآن من أجل الطفولة في اليمن؟ دعنا أقول أنه الأزمة أكبر بكثير من أن تستطيع منظمة اليونسف وربما عشرات المنظمات معها أن تواجهها. أزمة كبيرة تواجه وطن بكامله، أزمات متعقدة ومعقدة ومتداخلة، أزمات مرحلة وأيضا أتت من قبل هذا الصراع، سواء كانت فيما يخص البنية التحتية الضعيفة، الفقر، الاقتصاد المتدني. لا تنسى أن اليمن أفقر دولة في الوطن العربي، لا تنسى أن اليمن واحدة من أفقر دول العالم وأكثر دول العالم شحة في المياه، أكثر دول العالم من أكثر دول العالم فرقا بين التعليم الفتيات والبنين والبنات. هناك مشاكل وتعقيدات وتخلف تنموي مزمن، أتت هذه الأزمات والحروب فضاعفت من هذا الوضع. اليونسف بإمكانياتها المحدودة المادية والبشرية والبرامجية تستجيب في الأماكن الأكثر احتياجا والأكثر إلحاحا والأكثر شمولية، بمعنى أننا نستطيع نحاول أن نصل لأكبر عدد ممكن من الأطفال والأمهات، سواء كانوا من الحوامل والمرضعات بقدر الاستطاعة على أبعد مدى. فعلى سبيل المثال في القطاع الصحي استخدمنا خططنا هذا العام على سبيل المثال لإطلاق 5 حملات وطنية تسمى الحملات التكاملية الإيصالية لاستهداف 4 مليون طفل. 33,000 عامل صحي يعملوا معنا في كل مديريات اليمن على الأقل على مدار الأسبوع في الدورة الواحدة لتصل للأطفال والأسر. طيب الذين في المناطق النائية لا يستطيعوا الوصول. هذه الجهود تأتي ضمن المساعي الدائمة أم ضمن الاستجابة الطارئة للحالة الجديدة أو المتفاقمة في اليمن؟ سؤال مهم. هذه بالتأكيد هي معالجة طارئة للوضع الصحي المتردي في البلد والذي يوشك على الانهيار. هناك مخاوف أن ينهار المنظومة الصحية والنظام الصحي في البلاد ويلقي بظلاله على ملايين من اليمنيين. هذه المعالجات التي أطلقناها، القوافل الطبية، الفرق الميدانية، الحملات التكاملية، حملات التحصين المتكررة، كلها لحماية النظام الصحي أو حماية النظام الصحي وحماية المواطنين أيضا، وخصوصا الذين أضر بهم الفقر أو نزحوا بحيث ولا يتمكنوا من الحصول على الرعاية الصحية. إذا ناطق رسمي باسم اليونسف باليمن الأستاذ محمد الأسعدي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أعود إلى دكتور دحان رئيس المجلس العدمي للحقوق والحريات. دكتور، يعني أرقام كثيرة تحدث بها الأستاذ محمد الأسعدي تلخص حالة مأساوية في أقل يعني صفات هذه أو ما يمكن أن يطلق عليها من صفات. هل يمكن أن تكون هناك قرارات رادعة من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف هذه الانتهاكات التي تقوم بها بالأساس ميليشيات الحوثي؟ شكرا للأستاذ الأسعدي على هذا التقرير المفصل والذي يصدر في الحالات الاعتيادية في حالة غير أوقات الحرب. يعني صحيح أورد كثير من الأرقام التي تثبت بأن اليمن كما صنفت الأمم المتحدة قبل 2011 بأنها دولة تسير باتجاه الفشل، والفشل زاد أكثر بعد أن اندلعت الحرب. وأيضا أشكره على التوازن في التقرير، لأننا كحقوقين المفروض أن تكون تقاريرنا متوازنة، لا نفرق بين هذا الطرف أو ذاك في انتهاك حقوق الطفل وانتهاك حقوق الإنسان بشكل عام. أنا أقول بأنه الآن لا يكفي أن نرصد هذه الحالات، لا يكفي أن نرصدها،
بل المفروض أن نعد ملفات متكاملة حول الأطراف التي تنتهك حقوق الطفل، وأنا أركز هنا على حقوق الطفل بشكل خاص، ونحذر هذه الأطراف بأنها ستحاسب يوما ما، أما عن طريق المجتمع الدولي أو أنها ستتعرض للمحاسبة المعنوية والإخلاقية جماهيريا. إذا لم يكن في هناك رادع أخلاقي، رادع قانوني لأطراف الحرب التي تستخدم الأطفال بشكل مفرط والتي تعرض حياة الأطفال للخطر، فما فيش فايدة من أن نورد لهم أرقام وهم لا يعوها. لابد من إجراءات دولية، لابد من تحذير بأنه كل من أسهم في خرق حقوق الطفل وفي تعريض حياته للخطر، سواء من خلال المعارك مباشرة أو من خلال استهدافه إلى مقر سكنه، إلى مدرسته، إلى حقله، بأنه سيحاسب يوما ما، وإن هذه الجرائم لن تمر بسلام ولا بد من المحاسبة. ولذلك أنا أشرت بأن مجتمعات منظمات المجتمع المدني وبالذات الحقوقية منها يجب أن لا تكتفي بالإدانة، يجب أن ترصد الخروقات وأن تشكلها في ملفات خاصة، وسنتابعها جميعا مستقبلا كي يعي أمراء الحروب من كل الأطراف، أنا لا أميز، بأن هناك محاسبة ستأتي يوما ما إذا لم تكن الرحمة في قلوبهم، إذا لم يكن هناك في حرص في ضمائرهم على مستقبل هذا البلد ومستقبل الأمة، فعلى الأقل يكون عندهم إشعار بأن في هناك رادع قانوني، رادع أخلاقي. طيب رادع يعني هي كثيرة هذه القرارات التي تمت من الأمم المتحدة وكذلك التنبيهات والدعوات، كحقوقي أن دكتور دحان كيف تقيم استجابة الأطراف لذلك؟ لا أرى استجابة فعالة، لا أرى استجابة فعالة إطلاقا حتى الآن، لأن استخدام وسائل الحرب المختلفة ضد المدنيين دون مراعاة، سواء كانت عن طريق القصف المباشر، عن طريق تجنيد الأطفال والدفع بهم إلى جبهات القتال، عن طريق الاحتماء بالتجمعات السكانية، عن طريق ضرب يعني مؤسسات البنية التحتية، كل هذه جرائم لا زالت ترتكب حتى اليوم. هناك بعض القضايا اللي ربما أقول في بعض الاستجابة النسبية نتيجة للضغوط الدولية، لكنها لا ترقى إلى مستوى الحدث. لا بد من ضغط شديد، لا بد من أن يعي أطراف الحرب جميعا بأنه زج الطفل في المعركة وانتهاك حقوق الطفل في المدرسة وفي البيت وفي المزرعة بأنه سيحاسب عليه ولن تمر مرور الكرام مستقبلا. نعم. طيب دكتور، دعنا نذهب والسادة المشاهدين إلى فاصل قصير، بعده نتابع حلقة اليوم من المساء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أعود إلى دكتور دحان النجار رئيس المجلس العالمي للحقوق والحريات معنا عبر السكايب من ميتشيغان. دكتور، السفير خالد اليمني في المداخلة التي قام فيها تعليقا تحدث على أن هناك بعض الخطوات التي قامت بها الحكومة استجابة لتقارير الأمم المتحدة ولطبيعة دورها كحكومة شرعية تهدف في الأساس إلى حماية حقوق المدنيين الذين تقوم بتمثيلهم في نهاية المطاف، من خلال مثلا القيام بالإفراج عن الأسرى من الأطفال في عدد من الحوادث التي تمت، كما تحدث على أن هناك الكثير من الانتهاكات التي تقوم باستمرار من قبل ميليشيا الحوثي من خلال تجنيد الأطفال، حتى أولئك الذين بالفعل أطلقتهم الحكومة الشرعية بعد أن كانوا أسروا في الحروب. هذه الأمور ألا تمثل نوعا من الحاجة التي على الأمم المتحدة أن يعني تبادر بمقابلها بإجراءات فعالة على المنتهكين الأكثر، إذا ما قارنا بأن هناك انتهاكات من جميع الأطراف فهناك من ينتهك بشكل أكبر وبصورة واضحة على العلن وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة بنهاية المطاف؟ هل من يعني الضرورة أن تكون هناك
إجراءات على الأرض فعليا؟ دكتور؟ الصوت انقطع، إذا كنت تسمعني ممكن أواصل في الإجابة. على كل نسمع الدكتور. المفروض أن تلعب الأمم المتحدة دور أكثر جدية في قضية الأطفال في اليمن. ربما أنا كما قلت كل الأطراف تنتهك حقوق الطفل، كل الأطراف لها رصيد في هذا الجانب. رصيدنا في اليمن سواء من الحروب السابقة ما قبل 2011 وما قبل ذلك بكثير إلى 2011 وما بعد 2011 إلى 2014 وبالذات 21 سبتمبر، رصيدنا ليس طيب في قضية الأطفال، لكنها ازدادت سوءا بعد الحرب الأخيرة. كانت خطوة طيبة من الحكومة الشرعية أن تفرج عن الأطفال الأسرى وتعيدهم إلى آبائهم وأمهاتهم، ولكن في المقابل وجدنا أن هؤلاء الأطفال يدفع مرة أخرى إلى أرض المعركة. فأنا أعتقد بغض النظر عن الميول السياسي لهذا الجهة أو تلك بأنه يجب أن نكون جادين في حماية حقوق أطفالنا ضد هذا الطرف أو ذات، وأنا أحمل المنظمات الحقوقية والناشطين الحقوقيين المسؤولية الكبيرة. صحيح أنا لا أتوقع منهم أن يوقفوا هذه الانتهاكات، لكنهم عندما يرفعون أصواتهم عالية ضد كل الأطراف وبالذات الأطراف الأكثر خرقاً لحقوق الطفل بأنها ستجد صدى لها ولو بنسبة بسيطة جداً، والأمم المتحدة هي بحاجة إلى دفع من يدفعها لتبني قرارات جادية. لن تأتي الأمم المتحدة بذاتها إلينا وتستجدينا أن نقدم لها المعلومات، نحن من يجب أن نقدم هذه المعلومات إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة وغيرها في كل العالم، ونشكل ضغط حقيقي على أطراف الحرب لوقف هذه الخروقات أو على أقل حد منها. طبعا أنا لا أتوقع أنها تقف بل الحد منها. طيب يعني الانتهاكات بحقوق الأطفال لا تقف فقط على عمليات التجنيد والقتل المباشر، كذلك هناك تحويل الميليشيا للمدارس إلى ثكنات عسكرية ربما ومخازن أسلحة، ما خطورة هذا الأمر؟ وهذه جريمة أخرى تضاف إلى جرائم الحرب التي يجب أن تدون وتسجل. المؤسسات التعليمية والمؤسسات الصحية يجب أن تحترم، يجب أن لا تتحول إلى مواقع عسكرية، يجب أن لا يحرم الطفل من الكرسي المدرسي. أيضا يجب أن لا، أنا بالأمس أشاهد أحد المدرسين يحمل الكلاشينكوف في الفصل الدراسي أمام الأطفال. أي تعليم هذا؟ أي مسؤولية أخلاقية؟ أي مسؤولية إنسانية أنه المعلم يحمل سلاحه أمام الطفل؟ ماذا تتوقع من الطفل؟ تتوقع منه أن يطلع من الفصل المدرسي يحمل سلاحه ويقتل من يشاهد في الشارع؟ نحن وصلنا إلى انحطاط كبير جدا. المفروض أن لا نقف عاجزين ولا نقف مكتوفين الأيدي ولو إعلاميا أمام هذه الظاهرة الخطيرة المدمرة لمستقبل أجيالنا ومستقبل البلد بشكل عام. طيب هناك أيضا موضوع سوء التغذية وتدهور الاقتصاد، كيف ينعكس ذلك على الطفولة؟ أولا قبل كل شيء الحرب بحد ذاتها ستنتج لنا جيلا مليء بالأمراض النفسية الغير قادر على الإنتاج مستقبلا، وسيكون هذا الجيل جزء كبير منه عاله على الاقتصاد الوطني وعلى الإنسانية بشكل عام. لذلك على الأمم المتحدة أن تتنبه أنه الأطفال الذين يعيشون في ظل الحروب ناهيك عن من يدفع بهم إلى جبهات القتال أو من يتعرضون للقصف اليومي من البر والبحر والجو، هؤلاء يتعرضون لأمراض نفسية تقلل من مستوى طموحهم في المستقبل، طموحهم الدراسي، طموحهم المهني، فيتحولون إلى أطفال إن لم يكونوا قتلة حملت أمراض نفسية وبحاجة إلى رعاية خاصة من قبل المجتمع، تكلف المجتمع الكثير أخلاقيا وماديا. ف الظواهر الجانبية للحرب بالنسبة للأطفال هي متشعبة وعديدة، تشمل الجوانب النفسية، الجوانب التعليمية، الجوانب المهنية، بالإضافة إلى يعني فقدانهم
لحق العيش نتيجة للدفع بهم إلى جبهات القتال أو نتيجة قصفهم إلى منازلهم ومدارسهم ومزارعهم. طيب باعتبارك الآن في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام، كيف هي الصورة المبعوثة أو الصورة التي تعكس الوضع في اليمن بالنسبة لوسائل الإعلام الدولية؟ هل هناك وضوح فيما تسببه هذه الحرب وما سببه الانقلاب من معاناة كبيرة للأطفال وما ستتسبب به مستقبلا بسبب ما تحدثنا منه، يعني تحدثنا من خلال أن هناك تأثير على المدارس والمنشآت التعليمية بشكل عام؟ أولا يا أخي العزيز، المجتمعات الغربية بما فيها المجتمع الأمريكي عنده تصور بأن المسلمين بشكل عام قوما قاسيين، قوما يتعطشون للدماء، يقتلون بعضهم البعض ويأكلون لحم بعضهم البعض، فهذه الظاهرة أصبحت تعمم، فلذلك ما يميز بين هذا الطرف أو ذاك إلى حد بعيد بقدر ما يدين المجتمع العربي والإسلامي بشكل عام نتيجة للقسوة الممارسة والعنف اللي يمارس كل يوم ضد بعضهم البعض، وخوف المجتمعات الغربية من انتشار ظاهرة العنف والإرهاب إلى عقر دارهم، ولذلك تجدهم لن يبحثوا على هذه التفاصيل بشكل كبير بقدر ما يدينون هذه الظاهرة بشكل عام. واليمن هي جزء من المجتمعات الإسلامية والمجتمعات العربية التي تعاني من الحروب الأهلية والحروب البينية الحالية. نعم دكتور. طيب ينضم إلينا الآن في النقاش رئيس أو الأستاذ أحمد القرشي من منظمة سياج للطفولة. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء الخير فيه. أهلا بك أستاذ أحمد. هل يمثل حضور ملف الطفولة في التقرير المرفوع إلى مجلس الأمن استجابة كافية لطلباتكم ولدعواتكم أنتم كمنظمة حقوقية تهتم أساسا بمجال الطفولة؟ بداية أعتقد بأن حضور ملف الأطفال في المحافل الدولية، أطفال اليمن في المحافل الدولية بهذا الشكل، هو نتيجة إيجابية وأمر إيجابي بشكل عام، باعتبار أن الطفولة في اليمن تتعرض للكثير من الانتهاكات والعنف وهي بحاجة إلى كل ما يمكن أن يلفت النظر إليها. هذا من الناحية الإجمالية. لكن هل ما يتعلق بالتكرير بذات التكرير هل هو يستجيب بشكل كلي أو أنه يمثل استجابة إيجابية؟ هذه مسألة ربما تخضع للنقاش وتخضع أيضا للاختلاف بين وجهات النظر السياسية في اليمن. طيب ما هي وجهة نظركم أنتم؟ نحن وجهة نظرنا كما قلت لك بأنه يعني مجرد حضور ملف الأطفال وطرح قضية الأطفال في اليمن بشكل عام على طاولة الأمم المتحدة، هناك يعتبر هذا يعني إيجاز، نحن نعتقد بأنه يعتبر إيجابي، لكن ليس فقط حضور ملف الأطفال أمام المحفل الدولي هذا بقدر ما هو ماذا سيترتب على هذا الملف وما الذي يمكن أن يترتب على واقع الأطفال وعلى حقوق الطفل في اليمن. الأطفال في اليمن منذ العام 2009 بدءا بتكرير سياج عن أطفال اليمن في صعدة والحرب التي أثرت عليهم بدأت تأخذ حضور قوي فيما يتعلق بمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالأطفال والنزاعات المسلحة والانتهاكات الستة التي تمارس ضد الأطفال، لكن للأسف الشديد لم نشهد حتى الآن إجراءات وتدابير يمكن أنها تخفف من وضع الأطفال، ولكن هناك العكس، يعني وضع الأطفال يتدهور بشكل مستمر وحقوق الأطفال تنتهك بشكل على نطاقات واسعة وكل سنة تأتي وهي أسوأ من التي يعني كانت قبلها بكثير، وبالتالي يعني لم يحدث هناك تحسن حتى فيما يتعلق بالأعمال الإنسانية وفيما يتعلق بالتدخلات الإنسانية هي من قبل المنظمات الدولية ما فيها منظمات الأمم المتحدة في اليمن. نحن نعتقد كمنظمة وطنية تراقب الوضع عن قرب وفي يعني الميدان بأن هذه الاستجابات يعني لا زالت قاصرة جدا ولا زالت أقل من المستوى المطلوب بشكل كبير جدا وهي بحاجة إلى مراجعة. نحن نعتقد بأن السياسات والإجراءات والتدابير التي يفترض أن تتخذ سواء من قبل الحكومة أو لنكون واقعيين من قبل سلطات الأمر الواقع يعني في سواء التي مع هادي أو التي تختلف مع هادي يجب أن يتم مراجعة هذا الأداء ويتم أيضا مراجعة ما يتعلق بتدابير الإجراءات التي تتخذها حتى المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة فيما يتعلق بملف الأطفال على الأرض.
يعني هناك تدمير كبير للمدارس، هناك قتل واستهداف للأطفال، هناك تشريد، يعني هناك أيضا تجنيد بشكل واسع جدا. يعني نحن نقدر في سياج منذ يعني العام 2015 ونحن نقول بأن عدد الأطفال الذين يعني انخرطوا وتم استقطابهم من قبل الجماعات المسلحة في اليمن ازداد إلى يعني أكثر من 5 أضعاف على الأقل، وهذا ما أثبته تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي نشر في أغسطس الحالي. وبالتالي هذه تعتبر يعني كارثة في الوقت الحاضر على واقع الأبطال وواقع اليمن، ولكنها أكثر كارثية وأكثر سوءا ستكون في المستقبل القريب، لأن هؤلاء المجندين الأبطال والمتشردين وغير المتعلمين سيتحولون إلى 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 يعني ملتحقين أو منخرطين في جماعات العنف المسلح والجريمة المنظمة والبطالة التي ارتفعت بأكثر من 70% بين الشباب حتى الآن. هذه يعني ملفات خطيرة جدا تهدد ليس الأمن الوطني لليمن، ولكنها تهدد الأمن الإقليمي على الأقل، وأيضا أمن الملاحة الدولية فيما يتعلق بالبحر الأحمر، ويجب التنبه إلى واقع الأطفال اليوم كي نحمي المستقبل. طيب، هل من معلومات أخرى أو حقائق أو أرقام غابت عن هذا التقرير بخصوص ملف الطفولة في اليمن؟ أنا بصراحة لم أستطع الاطلاع على التقرير الأمين العام وبحثت عنه، لكن أنا وجدت خلاصة في موقع الأمم المتحدة حول التقرير. طيب أعطنا الأرقام التي يعني رصدتها منظمة سياج للطفولة أو اطلعت عليها. للأسف الشديد أخي، يعني المنظمات الوطنية تم يعني إقصاء الكثير من المنظمات، وتم أيضا فرز منظمات المجتمع المدني في اليمن بناء على يعني التوازنات السياسية، فكل طرف يعني يحتوي أو يقرب أو ينشئ أو يفرخ منظمات تتبعه وتشتغل لصالحه، وبالتالي كما يقال يعني المنظمات العاملة أو المتخصصة ربما وقعت ضحية لأنها غير مصنفة تابعة لهذا الطرف وذاك، ومنها منظمة سياج حماية الطفولة ومنظمات أخرى كثير كانت ترصد وتوثق الأنثى والأطفال، وبالتالي أصبح حتى المنح يعني تسير والمساعدات الإنسانية عبر منظمات الجمعيات يرضى عنها هذا الطرف أو ذاك، وبالتالي ليست هناك حتى شفافية وليست هناك في اليمن حتى يعني عدالة فيما يتعلق بحصول منظمات المجتمع المدني الوطنية على الأقل على ما يمكنها من العمل من المساعدات الإنسانية التي تم يعني اعتمادها او تم التبرع بها لصالح الوضع الانساني في اليمن. هناك ايضا يعني عمليه يعني نستطيع ان نقول هناك مجموعات او عصابات للاستيلاء على التمويلات والدعم الانساني الذي يصل الى اليمن عبر منظمات وجمعيات تم تفريقها لهذا الغرض، وبالتالي هناك غياب كبير جدا لدور المنظمات. انت تتحدث عن جهات معينه ام يعني جهات تتبع منظمات معينه ام جهات اخرى غير منظمات المجتمع المدني؟ هناك عمليات حربية نستطيع أن نسميها داخل المنظمات المدنية، يعني وحتى المنظمات العاملة في الإغاثة الإنسانية هي ليست بريئة وبعيدة عن استخدامها أو توجيه أنشطتها فيما يتعلق لمصلحة هذا الطرف. كل المنظمات العاملة سواء التي يعني في تحت سيطرة الحوثيين، المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين أو سيطرة المقاومة أو سيطرة حكومة عبد الرب منصور هادي، كل هذه الجماعات يعني لديها منظمات مجتمع مدني وفرقت منظمات وجمعيات بقصد يعني الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأموال المتدفقة إلى اليمن كمساعدة إنسانية، وبالتالي أصبحت المنظمات التي ليست يعني تابعة لطرف من الأطراف يعني مكسية عن التمويل ومكسية حتى عن العمل. ومع ذلك نحن كمنظمة سياج لازلنا مستمرين في مراقبة الوضع الإنساني، لازلنا يعني نبذل محاولات كبيرة في يعني الاستفادة من القدرات والإمكانات التي لدينا على صعيد الطاقم البشري وعلى صعيد المتطوعين المنتشرين وخاصة في مناطق النزاعات المسلحة، ولدينا يعني معلومات وإحصائيات، لكن لا نستطيع الجزم فيما يتعلق ببعض الأرقام والإحصائيات نظرا لعدم توفر الإمكانات الكافية للعمل، كون المخاطر مرتفعة جدا على العاملين والمتطوعين بحسب أنهم يعملون في مناطق ذات خطورة عالية. وبالتالي يعني نحن قررنا تقليص دورنا فيما يتعلق بالعمل الميداني كي نجنب الشباب الذين يعملون معنا والشابات يعني مخاطر نعم. غير قادرين على مواجهة نفقاتها. إذن رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة الأستاذ محمد أحمد القرشي كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى الدكتور دحان النجار معنا عبر السكايب من ميشيغان. دكتور دحان، ما هي الإجراءات المفترضة التي ستسهم أكثر في الرفع أو يعني حماية حقوق الأطفال بشكل أكبر خلال الأوضاع التي تعيشها اليمن في هذه الفترة؟
أولا أنا أشكر الأستاذ القرشي على المداخلة الطيبة والتي تحمل نوع من التوازن يعني، والصراحة اللي تكلم فيها حول منظمات المجتمع المدني وبالذات الحقوقية منها وتابعية لهذا الطرف أو ذاك. للأسف الشديد أنه إذا لم تكن ضمائرنا صاحية في هذه المرحلة بالذات، إذا لم نقدر مستقبل أطفالنا فماذا بقى لنا في هذه الحياة؟ يعني نجامل هذه الجهة أو تلك، وهذه الجهات التي أوصلت البلد إلى ما نحن فيها الآن. الآن البلد تدمر، الأجيال تدمر، فما بقى لنا إلا أن نحمل ضمائر صحوة، ما بقى لنا إلا أن نخاف الله في أبنائنا وفي مستقبلهم. أنا أقول بأنه المفروض الآن على منظمات المجتمع المدني المستقلة أو الشبه مستقلة أو الشبه محايدة أن تبدأ في حملة إعلامية قوية جدا في رصد الانتهاكات وتسجيلها في ملفات خاصة، وتشكيل شبكة متكاملة بين منظمات هذا المجتمع المدني العاملة في الداخل وبعض المنظمات العاملة في الخارج، على أساس تشكيل جهة ضاغطة تقدم تقاريرها إلى الجهات الدولية، تقدم تقاريرها إلى وسائل الإعلام، وبهذه الحالة نشكل ضغط على أطراف الصراع للتعديل من استخدام الأطفال وفي الحروب وانتهاك حقوقهم. منظمات المجتمع المدني سواء كانت حقوقية أو إغاثية أو خدمية ليس لديها جيوش لكي تفرض سلطة على الطرف أو ذاك، بقدر ما مهمتها هي توضيح الحقيقة وبالتالي تنبيه هذا الأطراف إلى ما يجب عمله، والاستعانة بآليات وطنية، آليات إقليمية ودولية من أجل تحقيق هذا الهدف. طيب هل من المتوقع أن تستجيب الأطراف في اليمن للمطالب التي يعني تتزايد يوما بعد آخر لحماية الطفولة في اليمن؟ وما هي الإجراءات الممكن عملها من المنظمات الأممية المهتمة والمسؤولة بالمقام الأول لردع من ينتهك حقوق الأطفال؟ أولا يا أخي، في هناك أطراف تنتهك حقوق الأطفال ولا يعنيها لا المجتمع الدولي ولا المجتمع الإقليمي ولا المجتمع المحلي. هذا الأطراف اللي تعتبر أنه تدمير كل شيء وعملية جهادية لوجه الله تعالى، وهناك أطراف إلى الآن تتهم كل منظمات المجتمع المدني بأنها منظمات عميلة للخارج، منظمات لا تراعي المصلحة الوطنية، أي تريد من منظمات المجتمع المدني المنظمات الحقوقية بالذات أن تأتي إلى متاريس هذه الجماعات وتحمل السلاح وتقاتل معها بنفس الطريقة. لكن هذا لا يعنينا، نحن كحقوقيين يجب أن نستمر في نفس الطريق الذي ارتضيناه لأنفسنا، وأن نعزز من تواصلنا من إجراءاتنا على الأرض في تسجيل هذه الخروقات، رضا من رضا أو غضب من غضب، هذا أمر لا يهمنا، لأن اللي ما يهمش مصلحة بلده وقد فجر حربا شعوى لا يهم أن يوجه لها النقد البسيط. لكن أنا أعتقد أن هناك من الناس الخيرين في كل الأطراف من يعي بأنه لا بد من التجاوب ولو جزئيا مع بعض الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية التي تهدف إلى حماية حقوق الطفولة. شكرا لك دكتور دحان النجار، رئيس المجلس العالمي للحقوق والحريات، كنت معنا عبر السكايب من ميتشيغان. كما هو الشكر موصول ل جميع المشاهدين الذين تكرموا بالإنصات والاستماع لنا في هذه الحلقة. في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.